68 سرطان مواليد عشرين عشرة 1962 من بلدية زوارة، متحصلة على دبلوم عالي تقنية التكنولوجيا هذا الجامعي في سنة 1990، متحصلة على ليسانس قانون سنة 2001، دبلوم دراسات عليا قانون عام 2005. اشتغلت في المجال الطبي كعلاج طبيعي وعلى مدى سنين. كانت في البداية يعني في صعوبة شوية، دائما النظرة للمرأة تختلف على الرجل، كيف المرأة تشتغل علاج طبيعي وحتى تشتغل عليه الرجال. بعض الأفراد المجتمع دائما بدرتهم للمرأة اللي هي تقزيم المرأة ووضعها في إطار معين للخدمة. اشتغلت محاماة خاصة أيضا في البداية، كانت هناك صعوبات ولكن اجتزناها. في سنة 2011 اشتغلت في المجتمع المدني وكنت أحد المؤسسين لإئتلاف مؤسسات المجتمع المدني داخل بلديتي. في سنة 2014 حدث آخر في حياتي وأنا أفتخر به، أنني كنت أحدى أولى العضوات في منتخبات مجالس البلدية. عند ترشحي لهذا المنصب وجدت معارضة شديدة من الأهل ومن الأقارب ومن المحيطين بي على اعتبار أن الأوضاع غير آمنة وأن المرأة لا تستطيع أن تشتغل في وجود هذه الصراعات، خاصة أن المحل هو أحدث في ليبيا، يعني أول مرة يعني منذ 42 سنة ينتخب مجلس بلدي، وكان لي الشرف أن أكون نجبت أعلى أصوات في الانتخابات، وهذا يدل على أن مجتمعي كان لديه ثقة في المرأة، وهذا أيضا خلاني أنني أحس أن المجتمع بدأ يتطور ويغير النظرة النمطية للمرأة.